40 عاما مرت وكأنها لم تمر، مرت وكأن 40 مثيلاتها سيرافقننا وأولادنا كما رافقنا من سبقنا ومن سبقهم. امتداد لم ينتهي، جرح لم يلتئم، هي تلك الأعوام 40. 4 عقود ما توانت عن قهرنا يوما، 4 عقود خلفت وفاة 250,000، جرح وإعاقة 300,000، اعتقال، نزوح وتهجير 100,000 وآلاف آخرين. ما عاد منطقيا أن نذكرهم أرقاما. لضحايانا قصص تنتظر تلاوتها، حكاية تبحث عن من يصغي إليها، ووجوه ملت اللون الأسود والأبيض، تبحث عن سبيل لتخرج من إطاراتها المعلقة على حائط أو قرب سرير أو في قلوب من ما ملت الانتظار. للمفقودين عائلات تنتظر أن تقرع الإجابات أبوابها، أن تحتضنها لتمحو ما خلفه القهر من قسوة، أن تمسح بيدها غبار العمر الرمادي عن قبور من رحلوا، عن قبور من سيرحلون. المفقودون جزء منا لن يتلاشى إلا بمعرفة مصيرهم. كيف نعمل؟ يعني هو بالحياة في أشخاص قد ما يغيبوا قد ما يغيبوا بضلوا تركين بقلوبنا وبقلوب الكل، هي بصمة مش ممكن حدا يقدر يمحيها. يعني أنا أختر أحمد سليم الطبشي، انفقد بست شباط 1985. أبي انفقد سنة 84، وبعد ما انفقد ضل هذا الموقع التخت محله، ما غيرت فيه شيء، لا حاولت تحطه هيك بالطول ولا شيء، خليته زي ما هو. خلص جمعته قاعد بالبيت ياخذ خضره على طريق بيروت وينزل. اخر النهار صار بي يومتين يوم كلوي عم يجوعوا، هي نهار راح لحاله على بيروت، راحوا مع شرجي. وانا هلا هون هيدي أودة خي عزيز، يعني أودة يلي كلهم بيقولوا له أبو العز شيخ الشباب، يلي أنا مش كتير بعرفه من وراء حكي الناس، من وراء محبة الناس له، من وراء أهلي. بتذكر إنه كان يجي من قبل ما يروح على شغله يجي لعنا، كنت ساكنة ما معن ساكنة، أنا ساكنة لوحدي، يجي يطل علينا ويرجع يروح على شغله، يرجع وقت بيجي يتذكر يجي يلعبهم، يجي يجيب لهم هدايا، وقت يسافر يجيب لهم هدايا لأولاده. يعني دايما ما بننساه، ما بينتسى. هيدا طقمه الرسمي اللي كان يلبسه، هاي البرنيطة تياته كنت ألبسها أحيانا وأحيانا ما ألي قلب ألبسها. وهذا طقمه عبارة عن جيلي وبنطلون وسترة، هي هذول صار مخبيهم 30 سنة وما بستغنى عنهم لا بالحلال ولا بالحرام حتى مماتي. سنة 85 فقد وكبرنا له صورة التذكرة وحطيتها بالكادر، وبعدها على بكرة والدور بعشرين بتطلع عليها ما بننساها. بدال صحن وقطار وتخته بعده لهلا موجود بالبيت، ما نشيل من البيت، بعده تخته موجود بالبيت، بعده موجود. ونحن هلا عم نصورها، هيدي اوضته يلي هو ربي فيها، وكان مقرر بعد جمعتين يتجوز وهيك صار الحظ يعني. ونحن تركنا له اياها مثل ما هي،
كل شيء غراضه وتيابه وكل شيء كل شيء يعني تركناها، مش لأنه نحنا إنه متعلقين بشيء فاني إنه هني ما هو دغراض بالنتيجة، بس نحنا إنه هذه ذكرى إله، لأنه نحنا لا قدرنا نعمل له جناز، لا قدرنا يعني مش قادرين نمحي ذكره لا من قلوبنا ولا من قلوب الناس. يعني هيك إنسان مش ممكن ينتسى، ويمكن نحن هلأ منقول لأولادنا عنه ومنخبرهم عنه، بس بكرة هن بعدين أكيد مش رح يقدروا يتذكروا مثل ما نحن منتذكروا. ومحتفظ بصورته لهلأ معي حبا بأبي طبعا، ما كان لي قلب حط صورته علقه، لانه انا كنت احزن كثير لما اشوف صورته معلقه. فمن حزني لابي على ابي كنت خايف الصوره وحاطت نسخه عنا بدزداني ما بنساها، دائما دائما بنتذكره. كل ما هيدا اولادي بيتذكروا، اولاد اخواتي كلهم بيتذكروا شو كان يعمل معهم، شو كان ياخذهم مشوار. ضيعت آخر فترة كتير، بس خي ما نسيتهم، نسيتنا للكل، كل العالم نسيته. جورج ما نسيته أبدا، قالت لنا بكرة إذا طلع خيك روحوا دقوا لي على القبر قولوا لي يا ماما طلع جورج، يمكن أنا بنفض من القبر، يمكن قلبي بيرتاح. حتى هي وقت توفيت مزبوط قلت لها يا ماما برمي أنتي فوق ونحن بنرمي هون، بركي أنتي لقيتي فوق، لأنه ملك. والشغلة الأحلى يلي هي يمكن أنا ما بعرفوش كنت صغير كتير، ودائما بتكبر لي قلبي، لأنه كيف ما ببرم بضيعتي، وأنا كتير كتير بشكر أهل ضيعتي لأنه هني تعبوا معنا وضحوا كتير تجاهنا. كيف ما ببرم بضيعتي هلا هني صاروا كبار وصاروا شباب ورجال، كانوا بيقولوا لي إنه خيك عزيز كان بيصورنا، يعني كان هو أول واحد بتضيع معه كاميرا، وكان هو بيصور الأولاد وبيعملوا كرنفال وبيعملوا كل شيء. بقعد بدعي له إنه الله إذا كان بعده موجود يجيبه بالسلامة، إذا نعرف مصيره شو هو، بس ما يعني ضلنا ندعي ما بننسى، ضلنا ندعي له. أنا هلأ بوضعي الحالي مرتاح كتير، لأني عم برجع عم برجع أدور على أبي من خلال المؤسسات الدولية. أوف الله لا يجرب حدا هاي عالجد. وهلأ هذا هو اليوم العالمي للمفقودين، إن شاء الله الله بياخد بإيد كل اللي عم يشتغلوا. نحن هيك حبينا إنه أكيد نحن مش ناسيين يعني، بس إنه حبينا نتذكره بهالشغلة، وهيك